كيف حال رمضان في بين الامس واليوم؟ تبارك الله زين تبارك الله. قولي معاك انت الامس ما تعرفي روشي تعرفي روشي ديال اليوم ياك دار ذاك تشايبي. انا اليوم عيد ولد الصايم ادري عيد اللي عندك رمضان بعيد. وما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ حصل صيام اليوم يعني تذكري بها صيام الصيام الماضي. لا يضر من نجيب الصحاب لا لا. ايوا تبي تكلمينا عن تجربتك مع الصوم. صوتي معناها انك ما قطشرتي حد والله طيب راهي مره شفتني كان كما زال.